ضلوا دوروا. الله يعطيك العافيه. خلنا نشوف شو ربحت. يلا تعال. فين نصيب؟ في البراد. البرازة. على فكرة شكري أنت ذكي. بجد. أيوة عليك. أنا توقعت الثلاجة. يلا خلنا نشوف. دور. يلا يا شباب. هلا هدية هلا يعني أنا متفائل بالإيفال إن شاء الله يا رب. ها؟ هاي شو بنعمل مشان تنزل دغري؟ بس حطها؟ قد ربحت حاسوب شخصي مع شاشة 27 بوصة سماعات ومكبر صوت. يا الله هم برضه لابتوب كمان لابتوب تبادل لابتوب وسماعات لابتوب بيض لا مش صار عندنا شاشة مش لابتوب كمبيوتر عادي زي كذا لا حاسوب شخصي حاسوب شخصي مش محمول مع شاشة 27 بوصة زائد سماعات ومكبر صوت ميرسي ميرسي برافو وو 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 قوي نفس ماركة اللابتوب اللي عندك نفس ماركة اللابتوب اللي عندك تستاهل يا حبيبي والله تستاهل يا الله يا الله يا الله يا الله يا بيبسي يا قوي انا نازل اجيب ميرندا اصلا وشفته قلت له اوبا واو مثل اللابتوب تبعي بس كبير ايوه فعطي زين اللابتوب لا اوبا انا طميع بالشغلات بالإيفال 11 كل طالب اختار شخصية موجودة بالمجتمع مثل البخيل والمتفلسف والعاشق والمستبد واشتغل على مشهد وأغنية والتعاون بين الطلاب كان أساسي But I love you until the end of time ابوكي اه انا اقف في طريقه امسكه بابا وراك يا شوقي داين داين روح امك ابوكي مين بابا وراك يا شوقي ابوكي ابوكي احميني يا شوقي من بابا تعالي يا مقصوفة الرعدة لا يا بابا لا بص هناك عمي حرام عليك يا بابا عمي داين داين وعامل لي انجليزي ها عمي والله عامل لي فرنجي عامل فرنجي مين ده, ده مش انا اصلا ده ميك اب ده ميك اب والله والله ده ميك اب يا عمي عمي والنبي ابوس ايدك عمي عامل راجل عمي لا لا عمي عمي متحمس هيعمل ايه يا بابا لا يا بابا حرام عليك تعالى يا بابا يا عمي لا تعالى سيب كمان مانسي بدك تغني لي تيتا يلا يلا تيتا يلا زقفوا له تيتا يلا غني لي تغني لك انا بغني لك بعدين بتغني لي وعد وعد تيتا طيب يلا يا تيتا بس لا تعتبوا علي لك ستي الكبره الكبره لك ستي ليل اوضه منسي وسلم داير من دار عليت فينا العلي ودارت بالسهرة الدار ليل وقوضة منسي وسلم داير من دار عليت فينا العلي ودارت بالسهرة الدار انت غنيتي منيح بس غربطتي بالكلام بس بيان على وشك ما غنيتي منيح لا تعيرني دماغي حبيبتي غنيتي منيح بس غربطتي بالكلام دوري خلص يلا خلص حتى المشهد كان لي هوي ليش ما ضحك وما اشتيهم ما بعرف ما انتبهت شفت مدام ميري عم تبتسم ما بين غير علي غير شو بك
ولا انت منيح؟ ما بعرف. بتحدى العالم كله وانا وياك، وبقول للدنيا بحالها ان انا بهواك، وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك. قربني ليك سيبني اعيش احساس هواك. كتير حلوه. خلص انغليت، بدي اضرب لي حدا. وين؟ فيش حدا هون. انت انا ومعك لحالنا عم تعمل هيك، لو مرق هلا حدا وغازلني شو رح تعمل؟ ليش مين غازلك؟ ما في حدا، بس عم خبرك. لو مثلا مين يعني مين بيغازل؟ ما في حدا اصلا. هو وين في اصلا؟ في حدا؟ في حدا بسترجي بدفنه برضه اللي بغازل. شو اللي بده بغازلك؟ شو الحكي الفاضي؟ بعرفك كثير قوي. هلا ايه حبيبي، وين تطلع؟ وين تطلع؟ ها؟ وين تطلع؟ ها؟ شو بتسوي؟ بدك ورا. طب ارجع ورا. طب وين رايح؟ وين رايح؟ روح ورا. ايه بس وين رايح؟ روح قسم بالله روح. طب واقف انا معي مش عم بعينك. تعال يلا. طب شوف طب انا روح يا عمي. روح روح. مش بدك تدفنه بعد؟ تعال. طب انا مجننك جبان، عامل لي حالك قوي. العمى بقلبك شو عليك؟ ايه بدولار؟ يعني 15 دقيقة ممكن يكون، يعني 15 دولار. جنيتي؟ جنيتي بتخسرينا كهرباء؟ والله جنيتي. انتي معي ولا معهم؟ معك اكيد، معك بروفيسور، انا مساعدتك اكيد. بالراحة بس، بالراحة بالراحة. عودي عودي. طب شو رح يقولوا يعني؟ شو هالكلام المهم اللي رح يقولوه؟ بس اكيد مش مثل كل مرة يعني. بعرف انه كل مرة مزفتينك و بس هالمرة اكيد حلو رح يقولوا كلام يعني. مثل ما بيقول المثل التونسي، خلي يقولوا وش يهم. بتعرفي شو هاي؟ فيها غنية هاي. لا ما بعرف. غنية والله؟ ايه غنية. شوف بتعرفي تغني كمان؟ اوكي. خلي يقولوا وش يهم، باللي يشكر ولا يذم. خلي يقولوا وش يهم، باللي يشكر ولا يذم. اشيهم اشيهم اشيهم، قالوا فينا كلام كثير، ما تسمعش كلام الغير. وليه يا حبيبتي نسمعهم؟ انا عشي بسمعهم، عيوني ما حد يمنعهم، ولا بالوهم حتأثر بكلام الناس. كلام الناس كلام الناس كلام الناس كلام الناس. لا 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 بيقدم ولا يأخر. رح تشوف الحل على مين. رحمة عم تسأل عن محمد رمضان، شو بدها منه؟ بعد البريك منعرف. رحمة إلا بكل عرس قرص، وكل ساعة ممكن تكبر قصة وتصغر قصة. فبعد ما أنهيت رحمة مشهدها، فجرت الوضع مع محمد رمضان، والسبب ما بيهم كتير السبب. كيف غنيت؟ حلو. كتير حلو، كتير حلو. سمعتك. محمد؟ ليش ما سمعتني؟ عشان بدي اغير الرصفان. تعالي 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 تعالي. انا ما اطلع رايك بس عشان انت تسمعني. انا واقف ساعة ما مشى الا الحين، تو طالع الحين والله. طلع يلبس القميص بس. خلص 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 سلطان. يلا عاد تو طالع الولد. غنت حلو. كذبوا ما كذبوا تكذبوا. خلص ما بدي اصلا حدا يسمع. مشكورين. ليه عم تصرخي؟ مش دفوت الولد دفوت معه؟ بالله يا رحمة سمع والله العظيم. والله قاعد تسمع مرة يطلع. بعدين هلا طلعت. هلا طلعت؟ والله الحين طلع قسما بالله. وغلط ايش عندي تو طالع؟ كان حلو. ما بعرف ايه حلو صح. ورب البيت. كذب علي. اصلا ما اسمع سلطان انك تقعد تشذب. وراس امي وابوي كان يسمع. وراس امي وابوي سمع. والله واقف. اقول له امشي اطلع بدري. قال لي لا استنى شوي. صح صح صح. الله يخليكم لا ترجعون لبعض بليز. ما دامك هيك اخذ الظروف. محمد لا تعصبني وتخليني على جنب. والله اذا بتصرف كمان شوي بزعل. والله سمع اقسم بالله سمع. رحمة بابا
انه لو انا عامله فيك هيك يا رمضان ما كان هيك عملت معي. بس انت بتضلك هيك. انا اصلا غبيه، اذا مره ثانيه حطيت بالي على حد اطلع حيوانه. حفكر بس بنفسي، افكر بغيري. اصلا ما حدا بيفكر فيني هون، حتى هو ما بيفكر، فكر بحاله بس. خلص مشهد وخلص ارتاح نفسيا.